جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم عبد الرحمن تسأل وتقول: جدتي مصابة بشلل نصفي، وفي أوقات الصلاة نأمرها بالصلاة ثم تكبر، وبعد ذلك تنسى أنها في الصلاة وتتكلم، ونلاحظ أنها لا تكمل الصلاة على أكمل وجه. ماذا يجب علينا؟ وهل لتأثير الكبر حد معين؟ جزاكم الله خيرا، علما بأننا ننصحها ولكنها لا تنفذ النصيحة. الواجب أن تأمرها بالصلاة عند دخول الوقت، وتعينوها على صلاة، وتصلي بحسب حالها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتؤمر بالصلاة ويبين لها دخول الوقت، وإذا احتاجت إلى إعانة على الطهارة بالماء أو بالتيمم فإنكم تعينونها وأنتم على أجر في ذلك، وما يقع منها من اختلاف وكلام وغير ذلك فإنه معفو عنه، لأن هذا منتهى قدرتها واستطاعتها. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس للتخفيف حد محدود، هذا يختلف اختلاف الناس.